الثلج الأبيض، حكاية من التراث الألماني. كان يا ما كان في قديم الزمان، كانت هناك مملكة هادئة محاطة بغابة جميلة وبحيرة صافية. وفي يوم مثلج ولدت الملكة طفلة جميلة وماتت على أثر الولادة، فخيم الحزن على هذه المملكة السعيدة، وبكي الناس بكاء شديدا على الطفلة الصغيرة الحلوة البريئة التي لا تعرف عن وفاة أمها شيئا. كانت الطفلة جميلة جدا وتشبه الثلج الناصع الذي كان يتساقط في ذلك اليوم الجميل، لذلك فقد سميت بالثلج الأبيض. ثم جاءت ملكة جديدة وكانت تعتقد بأنها أجمل امرأة في المملكة، وكانت لديها مرآة عجيبة. يا مرآتي، من هي أجمل امرأة في هذه الدنيا؟ سيدتي، في هذه المملكة لا يوجد أجمل منك، أنت الأجمل. هكذا كانت تردد المرآة دائما. ولكن عندما كبرت الأميرة المدعاة بالثلج الأبيض وأصبحت أجمل وأجمل، قالت لها المرآة: يا مرآتي، من هي أجمل امرأة في هذه الدنيا؟ سيدتي، الفتاة الأجمل في هذه المملكة هي الفتاة التي تدعى بالثلج الأبيض. عرفتها، نعم، الثلج الأبيض، سوف أتصرف. كادت الملكة أن تجن من شدة غيرتها، فأمرت الصياد أن يقتل الثلج الأبيض. لا أستطيع، لا أستطيع، لا 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 أستطيع. من يستطيع أن يقتل تلك الفتاة الجميلة؟ أهربي، أهربي أيتها الأميرة حالا، أهربي إلى المكان الذي لا يمكن لأعين الملكة الغيورة أن تجدك فيه. هيا بسرعة. شجع الصياد الأميرة الجميلة على الفرار والخلاص، وجاء إلى الملكة بكبد حيوان متوحش بدلا من كبد الأميرة. يا إلهي، يا للفتاة المسكينة، إنها لا تستطيع العودة إلى القلعة، فإلى أين ستذهب يا ترى؟ إن الغابة عميقة مخيفة لا تبعث على الاطمئنان. كم من الوقت قد مضى منذ أن غادرت الأميرة القلعة؟ من يصدق أن في هذه الغابة العميقة كان هناك بيت جميل؟ أسرعت الأميرة نحو ذلك البيت فرحة مسرورة. كان بيتا صغيرا جدا وهادئا، وليس هنالك من علامة تدل على أن هناك أحدا في هذا البيت. دخلت الأميرة إلى البيت فدهشت مما شاهدت: صحون صغيرة كلعب الأطفال، 7 مقاعد صغيرة، 7 أسرة صغيرة أيضا. وبما أنها كانت متعبة فقد استلقت على أحد الأسرة ونامت. بعد ذلك سمع صوت جلبة وصوت أقدام كثيرة قد دخلت البيت من الخارج. ما من في البيت؟ حسنا، إن هذا البيت هو بيت الأقزام 7. بهدوء، بهدوء، حتى بهدوء. بعض وضع المصباح. أنا خائف، ربما جاء شخص. لا، هنا أنا خائف. نظر الأقزام 7 إلى الأميرة وهي نائمة بوجهها الناصع البياض، فقرروا أن يتركوها نائمة في هدوء وأمان.
جاء الصباح واستيقظت الأميرة فأدركت أن هذا البيت يعود إلى الأقزام السبعة، وأدركت أيضا أنهم أناس كرماء طيبون، وهذا ما جعلها سعيدة فرحانة. بعد ذلك قررت الأميرة أن تصنع فطورا شهيا لذيذا لهم. شعر الجميع بحبهم واعتزازهم بالثلج الأبيض، فعاشت هي أيضا معهم بسعادة وفرح. وفي هذه الأثناء عندما شاهدت الملكة كبد الحيوان الذي جلبه لها الصياد، شعرت بالسعادة والفرح يغمرانها. يا مرآتي، من هي أجمل امرأة في هذه الدنيا؟ هناك الثلج الأبيض أجمل منك. ماذا؟ إنها تعيش مع الأقزام عند سفح الجبل. ألم تمت؟ غير معقول، أنا لا أستطيع أن أحتمل أكثر، سوف لن أدعها تعيش أبدا أبدا. انتظري وسترين أيتها الأميرة، سأجعلك لا تعودين إلى الحياة ثانية. أجل بهذه التفاحة المسمومة. حتى الآن ورغم ما قالته الملكة، فإن الثلج الأبيض لا زالت على قيد الحياة. تنكرت الملكة بزي امرأة عجوز كريهة المنظر، وادعت بأنها تبيع التفاح، ثم جاءت إلى الغابة فرأت الثلج الأبيض هي تقطف الأزهار. يبدو عليك الفرح يا عزيزتي، ما رأيك بهذه التفاحة الحمراء؟ إنها لذيذة، هيا تقدمي خذي لا تخافي. كلي هيا لا تخافي. وهكذا استطاعت الشريرة أن تخدع الثلج الأبيض وتطعمها من تفاحتها المسمومة. الآن هل تعلمين أيتها الأميرة أنه ليس في العالم من هي أجمل مني؟ يا له من أمر مفزع هذا الذي حدث بسبب هذه الملكة الحقودة الشريرة، فقد تسممت الثلج الأبيض. شعر الأقزام السبعة بالحزن الشديد، ومضى يوم ويومان وثلاثة وهم جالسون بجانب الأميرة يبكون وينتحبون على صديقتهم المخلصة. شعر أسود مسترسل، شفاه كحبات الكرز الأحمر، بشرة بيضاء كالثلج. وفي أحد الأيام مر أحد الأمراء في الغابة وشاهد الأميرة فصعق لجمالها وأحبها. وبعد أن عرف الأقزام السبعة بتعلق الأمير بالثلج الأبيض، قرروا أن يعهدوا بها إليه، فأخذها معه إلى موطنه. وفي الطريق سقطت قطعة التفاح التي كانت قد أكلتها الأميرة من فمها إلى الأرض. أنا أمير جار لكم، رأيتك عند الأقزام فجلبتك معي إلى مملكتي. وهكذا تزوج الأمير من الأميرة الثلج الأبيض، وجهزوا حفلة عرس رائعة. وطبعا فقد جاء الأقزام السبعة للتهنئة، وقد انهمرت دموعهم فرحا حينما شاهدوا الأميرة وهي في ثوب زفافها. ولكن ما الذي جرى للملكة الشريرة يا ترى؟ أما زالت حاقدة على تلك الأميرة؟ طبعا هي كذلك، فقد احترقت روحها الشريرة وجسدها الحقود بنيران غيرتها اللئيمة فماتت.
أجمل شيء في هذه الدنيا هو الإنسان الذي يحمل قلبا كبيرا مفعما بالحب.